بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الدرس اللي هو الاستمرارية للدالة. الاستمرارية، كلمة استمرارية سنبدأ بهذا الدرس لأنه درس مهم جدا، تابعوا أبنائي. عندنا تعريف الاستمرارية. تعريف الاستمرارية، لاحظوا ما هي تعريفها بأمر بسيط جدا. عندنا F دالة معرفة أو مجموعة تعريفها DF، مثلا F لX تساوينا مثلا X مربع زائد واحد. مثلا هذه الدالة معرفة على R، يعني مجموعة تعريفها R، وA عدد حقيقي غير معزول من DF، يعني هذا الA ينتمي إلى هنا، ينتمي إلى الR اللي هي من ناقص ما لا نهاية مثلا إلى زائد ما لا نهاية. هذا الA يكون هنا في هذا المجال ينتمي. القول أن F دالة مستمرة عند A يعني أن نهاية الدالة F، يعني هكذا لاحظوا جيدا، معناه limit F لX لما X يؤول إلى A تعطيكم F لA. هذا هو التفسير أو تعريف الاستمرار، يعني النهاية عند العدد تساوي ماذا؟ تساوي لما تعوض في العدد، يعني في الدالة. مثلا عندنا هنا في هذا المثال البسيط الذي اخترته فقط، لو نرى يعني الليميت عند الاثنان، هل الدالة F مستمرة عند الاثنان؟ نقول ليميت، لاحظوا ليميت F لي X لما X يؤول إلى الاثنان. نعوض، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا 4، هنا 2 مربع 4 زائد 1 5. الآن تعالوا نحسب F لي 5، F لي 2، ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا 5. إذن 5 هنا و 5 هنا، ها قد طبقنا هذا التعريف. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ نقول 2 الدالة مستمرة عند الاثنان، الدالة مستمرة عند العدد 2 فقط. هذا هو تعريف الاستمرارية بأبسط الطرق، يعني لما تحسب في النهاية تجد، يعني لما تحسب ليميت F لX لما X يؤول إلى تلك العدد تجده نفسه لما تعوض في العبارة مباشرة اللي هي F لA. يعني هنا مثلا عندما قلت أنا هنا 2، هنا 2 F لـ2 فقط. هذا التعريف تاع الاستمرارية. نكمل، ها هو يعني تعريف مختصر. F مستمرة عند A يعني ها هي ليميت F لX لما X يؤول إلى A تعطي لكم F لA، يعني أني لما تحسب النهاية وتحسب مباشرة في الدالة تجده متساوية. إذا وجدته متساوية أو بصيغة أخرى كذلك، إذا حسبنا ليميت، لاحظوا ليميت F لX لما X يؤول إلى A بقيم أكبر يساوينا نفس الشيء ليميت، لاحظوا تساوينا ليميت F لX لما X يؤول إلى A بقيم أصغر. إذا كانت النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار فيمكن أن نقول وتساوينا مباشرة وتساوي F لي ماذا؟ F لي A، يعني النهاية من اليسار تساوي من اليمين، أو من اليمين تساوي من اليسار، وتساوي نفس لما نعوض في الدالة. نكمل الشرح. عندنا ملاحظة، القول أن الدالة F مستمرة على مجال E يعني أن F مستمرة على كل عدد حقيقي من E. يعني ما معناها؟ معناها مثلا X مربع زائد واحد، هذه العبارة الدالة التي قمت بأخذها معرفة على R، بما أن هنا كل نقطة، يعني نصبح ماذا نقول؟ نقول الدالة F مستمرة على ماذا؟ على R، يعني أي عدد من الأعداد الحقيقية تقبل الاستمرار أو مستمرة الدالة عنده، لا نقول تقبل، إذن هي مستمرة عنده. سنرى الآن ما هو التفسير البياني لكلمة الاستمرارية. لاحظوا التفسير البياني لكلمة الاستمرارية، لما نقول الدالة مستمرة، تكون الدالة مستمرة على مجال E، أي مجال كان من الدالة، عندما يمكن رسم منحناها البياني هذا المجال دون رفع القلم أو اليد.
إذا لم نرفع يدنا يعني مثل هكذا مثلا، نقول مستمرة مثلا من هنا إلى هنا. أما إذا هكذا ثم مثلا جاء هكذا، ها قمنا برفع اليد من هذا المكان إلى هذا المكان، فهنا الدالة غير مستمرة من هذا المجال إلى هذا المجال. سنلاحظ هنا عندنا أمثلة عدة وعديدة نقوم بشرحها الآن. لاحظ، ها هو مثال، مثال واحد، الدالة F الممثلة في الشكل المقابل، ها هو الشكل، غير مستمرة على المجال من ماذا؟ لاحظ المجال، مجال التعريف هو من هنا إلى غاية هنا، من لاحظوا من ناقص 2 إلى 3، لأن لا يمكن رسم منحناه البياني دون رفع القلم. لاحظوا وهو أمر، نعم صحيح، ها هو لاحظوا رسمنا هذا الفرع ثم لا يمكن رفعنا أيدينا ثم أرسمنا في هذا المكان هنا، غير مستمرة في حين نلاحظ أنها مستمرة، إلا أن نعم هنا من هذا المكان إلى هنا مستمرة جهة أخرى، ومن هنا إلى هنا مستمرة، إلا أنه هنا غير مستمرة فقط، لأن الدالة غير مستمرة. نأتي الآن إلى مثال آخر، ها هو مثال آخر، الدالة F معرفة من مجال من هذا من ناقص 2 من هنا إلى غاية الاثنان، لأن مجال التعريف هو على محور الفواصل، هو هذا الذي قمت بتلوينه باللون الأزرق. F لـ X تساوي ناقص X، لاحظوا إذا كان X ينتمي من ناقص 2 إلى 0، يعني من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، و F لـ X تساوي X مربع إذا كان X ينتمي من 0 إلى 2، يعني من هنا إلى هنا. الممثلة في الشكل المقابل مستمرة على المجال من هذا المكان إلى هذا المكان، كلها مستمرة. لماذا يا أبنائي؟ لأن لا يمكن أن نحمل الأيدي، يعني بذل رفع الأيدي. لاحظوا ثم لاحظوا، بما أني لم أرفع يدي يعني لم أرفع القلم فهي مستمرة، هذا هو الاستمرارية بأبسط طرق. الآن نأتي إلى نتائج، نتائج هنا يعني الدوال التي مستمرة. عندنا بعض الدوال المستمرة أبنائي، عليكم بحفظها. الدوال المرجعية مستمرة على كل مجال من مجموعة التعريفية. يعني ما المقصود بالدوال المرجعية؟ اللي هي الدالة المربع، الدالة المقلوب، الدالة الجذر. لاحظوا هذه دوال مرجعية، هذه مستمرة على مجموعة تعريفها. هذه معرفة على R، مستمرة على R، هذه على R نجمة، وهذه على R بليس، اللي هي من الصفر إلى زائد ما لا نهاية. عندنا الدوال كثيرة الحدود، السينيس والكوسينيس، مستمرة على R. الدوال الناطقة حاصل قسمة كثير الحدود، يعني التي تكتب هكذا U على V، مستمرة على مجموعة تعريفها، على مجموعة تعريفها. يعني إذا كانت مثلا عندي هذا الأمثلة x زائد 1 على x ناقص 2، هذه الدالة مستمرة على r ما عدا الاثنان، لأنه هو الذي يعدم لنا المقام. كذلك عندنا أمر آخر، تابعوا أبنائي هذه الدروس قلت مهمة جدا، ها هي أمثلة. لاحظوا عندنا الدالة كثيرة الحدود مستمرة على r مجموعة تعريفها، الدالة هذه الناطقة مستمرة على مجموعة تعريفها، مجموعة تعريفها هي ماذا؟ هذا ينعدم عند ماذا ذا القيمة؟ عند الناقص 1 وعند الواحد، يعني تصبح مستمرة على هذا المجال R ما عدا الناقص 1 والواحد، هذا هو نفسه، إلا هنا على شكل مجال وهنا على شكل قيمة مباشرة. عندنا كذلك، عفوا، عندنا كذلك أمر آخر، لاحظوا قال نعتبر الدالة F المعرفة على المجال، ها هي عبارة الدالة F لإكس تساوي إكس مربع زائد إكس زائد 1 في كوس إكس، بين أن الدالة F مستمرة على R، على مجموعة الأعداد الحقيقية. لاحظوا الحل بأمر بسيط، عندنا هذه الدالة
كثيرة الحدود فهي مستمرة على R، وهذه cos مستمرة على R، جداء دالتين مستمرة على R، فكل النهاية فكل الدالة مستمرة، يعني جداء دالتين مستمرة على R فتصبح الدالة كليا اللي هي F مستمرة على R بأبسط الطرق. ها هو الأمر المشروح، الدالة F لاحظوا الدالة cos ومستمرة على R، الدالة F هي جداء دالتين مستمرة على R، فإذا الدالة F مستمرة على R على مجموعة تعريف R اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية. نأتي الآن إلى إلى إنجاز هذا التمرين. لاحظوا قال لي تكون الدالة F المعرفة على R كما يلي. هذه الدالة يا أبنائي عندها عبارتان، عندها العبارة رقم واحد وعندها العبارة رقم اثنان. قال أدرس استمرارية الدالة F عند اثنان. نقول واحد، إذا دراسة الاستمرارية عند ماذا؟ عند اثنان. نقول ماذا أبنائي؟ نقول ليميت، قلنا حتى تكون الدالة مستمرة إذا وجدنا من اليمين يساوي من اليسار، تصبح ليميت f لـ x لما x يؤول إلى الاثنان بقيم ماذا؟ بقيم أقل تساوي، يعني نتحدث على هذا الفرع. تعالوا نعوض بالاثنان، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم 4 ناقص 4 زائد 1، اذهب هذا مع هذا تعطي لكم 1، هذه من اليمين من اليسار. نأتي الآن من اليمين، ليميت f لـ x لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، قيم أكبر يعني المقصد بهذا، يصبح يساوي لنا كم؟ 4 زائد 2 ناقص 5، 6 ناقص 5 كم؟ 1. ماذا نقول؟ نقول ليميت f لـ x لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أقل يساوي ليميت f لـ x لما x يؤول إلى اثنان بقيم أكبر يساوي لنا ماذا؟ 1، ومنه f مستمرة عند ماذا؟ عند اثنان. هكذا السؤال الثاني، قال هل الدالة f مستمرة على r؟ الدالة f أولا الدالة معرفة على r، بما أن لاحظوا جيدا بأمر بسيط، بما أن من اليمين مستمرة تساوي من اليسار وأعطت لنا ماذا؟ 1، ركزوا معي، إذا أعطت لنا 1 من اليمين إذن وكأنما اتحاد هذا المجال مع هذا المجال ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا R، هذا المجال مع هذا المجال اتحادهم يعطي لنا R، إذن هي مستمرة من اليمين ومستمرة من اليسار، فإذا فهي مستمرة على R. نقول بما أن الدالة F مستمرة من اليمين ومن اليسار ومتساوية القيمة، يعني متساوية القيمة مثل ما لاحظوا هنا، إذن F مستمرة على R بأبسط الطرق، يعني مستمرة في هذه الجهة ومستمرة في الجهة الأخرى وكلهم متساويتان، إذن فتصبح معرفة على R فقط. نأتي الآن إلى المثال هذا، F دالة معرفة أعطيت لها عبارتان، لاحظوا العبارة التي أعطيت للأولى يعني مكتوبة هكذا، مكتوبة F لـ X يساوي لنا X قوة 3 ناقص 1 على X ناقص 1 لما X لا يساوي الواحد، يعني حتى 3 عدم مقام، وتساوي F لـ 1 يساوي 3. لاحظوا جيدا أبنائي، قال أدرس استمرارية
اف عند الواحد. نقول دراسة الاستمرارية عند واحد. لاحظوا أبنائي، يعني الأصل هو هنا. نقول لو نعوض مباشرة عند الواحد، هنا نقول limit f لx لما x يؤول إلى الواحد، ماذا تعطينا؟ الفوق تعطينا واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، تعطينا صفر على صفر، وهذه حالة عدم التعيين. نعم، هنا كيف نزيلها أبنائي حالة عدم التعيين؟ علينا أن نستغل هذه العبارة وننظر لها إليها جيدا. يعني تصبح ليميت f لي x لما x يؤول إلى الواحد يساوي لنا، لاحظوا ليميت، ركزوا معي، عوضنا في البسط وجدنا صفر، وعوضنا في المقام وجدنا صفر. تحدثنا على هذه في النهايات، قلت هنا يوجد طريقتان، يا إما طريقة الاختزال أو طريقة العدد المشتق. نجرب لو نرى أن نلاحظ إلى العدد المشتق، يعني هل يمكننا أن نستغل العدد المشتق أو الاختزال؟ ما رأيكم أن نستغل مثلا الاختزال، يعني نستعمل القسمة الإقليدية هكذا. ركزوا معي يا أبنائي حتى تعلموا، هكذا نستعمل، قلت هكذا تصبح لنا x قوة 3 ناقص 1 على ماذا؟ تقسيم x ناقص 1، هذا على هذا ماذا يعطيكم؟ x قوة 3 على x يعطيكم x مربع. لماذا؟ لأن تصبح هكذا x قوة 3 على x، اختزل هذا مع هذا. الآن نأتي هذا في هذا كم؟ x مربع في ناقص تعطيكم ماذا؟ تعطيكم ناقص x مربع، وعندكم هذا في هذا كم؟ يعطي لكم x مكعب. ندخل عليهم الناقص، لأن يعني ناقص تصبح هنا زائد هذا مع هذا الصفر، وهذا مع هذا يعطي لكم زائد x مربع، وهذا ينزل ناقص واحد. x لاحظوا x مربع ناقص واحد ما هو؟ نقول نعيد x مربع تقسيم x كم يعطي لكم؟ تعطي لكم، قلت يعطي لنا زائد x، x مربع على إذن يعني x مربع تقسيم x يعطي لنا x، لأن هكذا x مربع على x اختزل هذا مع هذا يعطي لنا x. ثم نعيد النشر، هذا في هذا كم؟ x في ناقص واحد تعطينا ناقص x، وعندنا هذا في هذا كم يعطي لكم؟ يعطي لكم x مربع. الآن نعيد، ندخل الناقص، هنا ناقص وهنا زائد، هذا مع هذا يذهب إلى الصفر، يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا زائد x ناقص واحد. x ناقص واحد على x ناقص واحد ماذا يعطينا؟ يعطينا واحد. إذن ها هي العملية. إذن وكأنما ماذا يصبح؟ يصبح تحليل هذه العبارة هو هذا العدد في هذا العدد، اللي هو ما هو؟ هو x ناقص واحد، ركزوا معي، في x مربع زائد x زائد واحد على x ناقص واحد. ركزوا الآن أبنائي، أكرر، لأن هذا العدد يساوي أن هذا في هذا، والباقي هنا أكيد يكون صفر. تعالوا أبنائي ركزوا أرجوكم حتى تعلموا، سنختزل مباشرة هذا مع هذا، مع لن ننسى أن x يؤول إلى الواحد. الآن نعوض بالواحد، ماذا تعطيكم؟ واحد 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 تعطينا كم؟ ثلاثة. إذن أعطيت لنا كم؟ ثلاثة. هل مستمرة؟ هل هي مستمرة؟ نعم، لأنها وتساوينا f لواحد، و f لواحد كم يا أبنائي؟ ها هو أمامكم، هو الثلاثة. لاحظوا لما قمنا بالحساب في هذا الفرع وجدنا ثلاثة، وهنا أعطيت لنا ثلاثة، ومنه f مستمرة عند واحد. قال لك هل الدالة f مستمرة على r؟ نعم، الدالة f مستمرة على r. لماذا؟ لماذا يا أبنائي؟ ركزوا معي، تابعوا أرجوكم حتى تعلموا، لماذا الدالة أصبحت مستمرة على r؟
نقول نعم الدالة F مستمرة على R، لأن لاحظوا هذه مستمرة على R ما عدا، إذن لأن X هذه الدالة اللي هي ماذا؟ X قوة 3 ناقص 1 على X ناقص 1 مستمرة على R ما عدا الواحد، لأنه هو الذي يعدم ما قام. ولكن هذه كل دالة، قلنا كل دالة مستمرة على مجال تعريفها، ركزوا معي، لكن F لواحد يساوي 3، يعني أصبحت هنا غير مستمرة في هذه الحالة إلا عند الواحد، لكن الواحد أصبح عنده قيمة، ومنه يعني كأنما اتحاد هذا المجال، اتحاد هذا مع هذا يعطي لكم R، ومنه F، ومنه F مستمرة على R. أعيد ربما لم يفهم بعضكم، هذه يا أبنائي مستمرة على R ما عدا الواحد، أنها هذه غير معرفة عند الواحد، لكن هذا الواحد دخل من جهة أخرى، هي أصبحت هذه معرفة ما عدا هذا، لكن هذه هذا ها هو الواحد جاء دخل هنا، إذن هذا يحذف، لما يحذف يصبح R معرفة على R كليا. هكذا نأتي الآن إلى مثال آخر، مثال يحتوي على القيمة المطلقة، نعتبر الدالة كذلك معرفة على R. أدرس استمرارية الدالة F عند العدد صفر، يعني هل يعني تكون من اليمين تساوي من اليسار؟ ركزوا الآن، علينا أن نكتب هذه العبارة يا أبنائي بدون القيمة المطلقة. لاحظوا تصبح تساوي لنا F لX يساوي لنا X مربع زائد ماذا؟ زائد X على X، لما هنا X أكبر من الصفر. ركزوا، وهنا تعطي لكم F لX يساوي لنا X مربع ناقص X على X لما X يكون أقل من الصفر، ومع F لصفر يساوي الواحد. ركزوا أرجوكم، لأن القيمة المطلقة لX يا أبنائي ماذا تساوينا؟ تساوينا يا إما X إذا كان X أكبر أو يساوي، وتعطينا ناقص X إذا كانت أقل من الصفر، إلا أنه هنا بما أنها غير معرفة يجعل المجال كله مفتوح هكذا. ركزوا أرجوكم، يعني هنا يمكن لنا أن نكتب ماذا؟ نكتب واحد، وهنا ماذا يمكن أن نكتب؟ X على آخر يعطينا ناقص واحد هكذا، لأن X على X يعطينا واحد، وX على X يعطينا واحد، إذن أصبحت ثلاث عبارات للدالة. نبدأ نقول ليميت F لX لما X يؤول إلى الصفر بقيم ماذا؟ أكبر تساوي لنا، تعالوا نعوض هنا بالصفر، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا واحد. تعالوا الآن بقيم أقل، F ليميت F لX لما X يؤول إلى الواحد إلى الصفر بقيم أقل، بقيم أقل ها هي القيم، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص واحد. هل من اليمين تساوي من اليسار؟ نقول ليميت F لX لا تساوي ليميت F لX لما X هنا يؤول إلى الصفر بقيم أكبر، وهنا X يؤول إلى الصفر بقيم أقل، غير متساويتان، ومنه بما أن غير متساويتان نقول F غير مستمرة عند الصفر. لاحظوا أبنائي، لأن لاحظوا هنا ماذا نتج، ولاحظوا هنا ماذا نتج، إذن غير مستمرة بهذه البساطة فقط. نأتي الآن إلى المثال هذا، قال F دالة معرفة على R نجمة بحيث، الآن هنا المطلوب ليس مثل ما طلب منا في التمارين الأخرى، إنما هنا لاحظوا ماذا طلب منا، طلب أن نعين قيمة الأ بحيث تكون الدالة F مستمرة عند الاثنان.
نحن قلنا إذا نقول تعيين، تعيين قيمة، قيمة A بحيث تكون F مستمرة كدالة يعني عند الاثنان، حتى تكون، حتى تكون، حتى تكون F مستمرة عند اثنان الفاصلة اثنان يعني، يجب أن ماذا؟ أن ليميت F لإكس تساوي، نلاحظ ليميت F لإكس هنا لما إكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر يساوي لنا ليميت إكس يؤول إلى الاثنان بقيم أصغر بهذه الدرجة. كيف يا أبنائي؟ نحن لا ندرس الاشتقاقية الاستمرارية، لا، إنما نريد أن نبحث عن الأ. بكل بساطة ماذا نقول؟ علينا أن نعوض هنا بالاثنان، ونعوض هنا بالاثنان ونجعلهم متساويتان بهذه البساطة. ما معناه؟ تعالوا نعوض هنا بالاثنان في العبارة الأولى، كم تعطي لنا؟ ليميت f لx لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، ها هي بقيم أقل، تساوينا، تعالوا نعوض، تصبح تساوينا اثنان في اثنان في أربعة كم؟ ثمانية ناقص a زائد ثلاثة على ماذا؟ على اثنان، تساوينا نفس القاعدة هذه، تساوينا ماذا؟ أربعة، نعوض الآن هنا، زائد اثنان في اثنان ناقص a. ركزوا معي، ليس مثل باقي الأسئلة الأخرى، هذا ليس مثل هذا السؤال، هنا أدرس، هنا لا، هنا سؤال عين، يعني نجعل اليمين يساوي اليسار، ويصبح لنا المجهول هو الآن أبحث عنه فقط، يعني تصبح كم؟ ركزوا فقط، يصبح هنا عندنا ثمانية، هذا مع هذا كم؟ يعطي لنا 11 ناقص a على اثنان يساوي هذا مع هذا كم؟ ثمانية ناقص a. نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين، تابعوا، يصبح ماذا؟ هذا في هذا يساوي هذا في هذا، يصبح 11 ناقص a يساوي 16 العنصر ناقص اثنان a. نجعلها معادلة صفرية، نقلب هذا إلى هذا الشيء وهذا إلى هنا، تصبح ماذا؟ تصبح اثنان a ناقص a كم؟ a يساوي 16 ناقص 11، أعطينا كم؟ خمسة، نعم، لأن هذا لو نقلبه هنا كم يصبح؟ يصبح اثنان a ناقص a اللي هو a، وهنا 16 ناقص 11 كم تعطينا؟ إذا حتى تكون F مستمرة يجب أن يكون A يساوي كم؟ خمسة فقط. وإن أحببتم أن تتأكدوا ماذا تفعلون؟ قوموا بالتعويض هنا فقط، قوموا بالتعويض في العبارة الأولى، عوض هنا بخمسة كم تعطي لكم؟ لاحظوا أبنائي حتى تعلموا، اثنان في نعم اثنان في أربعة ناقص خمسة زائد ثلاثة على اثنان كم تعطي لنا؟ ثمانية مع هذه 11، 11 ناقص خمسة كم؟ 11 ناقص خمسة ستة، نعم 11 ناقص خمسة ستة على اثنان كم تعطي لنا؟ ثلاثة. تعالوا نعوض هنا بالخمسة، تصبح أربعة زائد أربعة ناقص خمسة كم؟ ثلاثة، ها هي أمامكم، من اليمين تساوي من اليسار فهي مستمرة. عندنا هذه الأمثلة، قوموا أنتم بإنجازها أبنائي حتى تتعلموا، ها هي أمامكم.
يعني نفسها اللي أنا سأشرحها يعني هنا بنفس الطريقة. عوضوا هنا بقيم أكبر وبقيم أصغر. هنا كذلك استعملوا العدد المشتق، فقط قوموا باستعمال العدد المشتق، والسؤال هو بين يجب أن تجده. وهنا كذلك اكتب f لـ x دون رمز القيمة المطلقة. يعني هنا لو تأتي تكتبها بدون رمز القيمة المطلقة هو أمر بسيط، يعني تصبح لكم هكذا f لـ x يساوي، لاحظوا أبنائي تكتب x ناقص 3 زائد 1 على x ناقص 2 في x في 4 ناقص x. هنا قل ماذا هذا الذي بالقيمة المطلقة هو ماذا تقول عليه؟ قل لما x زائد 3 أكبر أو يساوي 0، وتعطيكم العبارة الثانية اللي هي ماذا؟ اللي هي هذه التي بالقيمة المطلقة ضربها في الناقص فقط، تصبح 3 ناقص x زائد 1 على x ناقص 2 في 4 ناقص x لما هنا لما x زائد 3 أقل من الصفر فقط، يعني لما تكون أقل من الصفر أضرب هذه القيمة في الناقص، ولما تكون أكبر من الصفر أضربها في الزائد، يعني تبقى كما هي. ثم قال ادرس الاستمرارية عند الثلاثة، عند الثلاثة بقيم أكبر يعني أعوض هنا، وبقيم أقل أعوض هنا، وهل تجد نفس القيمتان فقط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله أبنائي، وأتمنى أن يعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا باستمرار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.